فيما يتصل بمسألة المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والتي يتابعها مجلس الأمن منذ ما يقارب 3 عقود، فلا مناص من تأكيدنا على أهمية هذه المسألة وحساسيتها للشعب الكويتي ولذويهم الذين ينتظرون بفارغ الصبر معرفة مصير أحبائهم على مدى 29 عاما الماضية. وتقدر دولة الكويت كذلك التعاون البناء الذي تبديه الحكومة العراقية في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجديرة بالثناء لما طلعت به من دور رائد في سعيها للكشف عن مصير بقية المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثالثة على مدى السنوات الماضية، وإذ أثمر هذا التعاون في التعرف على مصير 236 مفقود من أصل 605، ونأمل أن يتواصل ويستمر هذا التعاون ويتم تكثيفه في المرحلة القادمة.